بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة في مجلس من مجالس مدارستنا لسيرة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، نتتبع فيه الخطى ونتلمس فيه جوانب سيرته العطرة، ونزداد حباً له واتباعاً واقتداءاً، مستكثرين في مجلسنا هذا من صلاتنا وسلامنا على نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. صفحات من سيرته العطرة نقلب فيها أخباره وأيامه وأحواله في مبدأ النبوة وقبلها وفي أثنائها، وما كان له من معية الله ونصرته حتى أتم الله عز وجل له الدين ونصره بالوحي وأيده بالمعجزات صلوات الله وسلامه عليه. صفحات من سيرته نتقلب فيها في عطر يفوح به المجلس مسكاً ومندلا، ونحن نقرأ من أخباره عليه الصلاة والسلام ما يقربنا إليه حباً، وما يعيننا على التمسك بسنته ويجعلنا أقرب الأمة في الهدي والخلق والعمل برسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وإنما دراسة السيرة والشمائل النبوية أمة الإسلام يراد منها أن يقف المرء على أرض صلبة فيها الصدق لمحبة كاملة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة تامة بأخباره وأحواله عليه الصلاة والسلام، ليكون أحدنا في طريقه في هذه الحياة على بصيرة من سنة وسيرة وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه بحضرته صاحب من أصحابه، واحد من أمته في هذا الزمن الذي وجد من علمه ودرايته بدراسته لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعله في عداد أحد أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. تمنيت لو أني جوارك صاحب وأنظر للوجه البديع وأسمع وأنشد شعرا يبلغ الكون قوله عليك يصلي الله والناس أجمعوا. فاستكثروا في مجلسكم هذا من صلاتكم وسلامكم بقدر ما ترجون من صلاة ربكم عليكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقد وقف بنا الحديث في مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله، ونحن في مجلسنا 19 في هذا اليوم 3 من شهر شعبان سنة 44 و400 ألف من الهجرة، في فصل أورد فيه أسماء أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعقبه فصل في أعمامه وعماته ثم في أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. أولهم القاسم، وبه كان يكنى، مات طفلاً وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة. الفصل هذا بعدما تم لنا الحديث في ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نبذة موجزة عن شأن السيرة المكية قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فإنه قد وقف بنا الحديث لما أن بركت به ناقته في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ومكث هناك فبنى مسجده ثم بنى الحجرات التي نزل بها أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: فصل في أولاده،
السؤال يا أمة الإسلام لمن يدرس سيرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، يبحث عن مواضع القدوة وعن خطوات السنة ليتتبعها ويتقفاها ويكون أكثر حرصاً على القرب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما الحاجة إلى أن ندرس أسماء أولاده عليه الصلاة والسلام، وأسماء أعمامه وعماته، ثم أسماء زوجاته رضي الله عنهن؟ كل هذا جزء من مشهد كامل يراد للمسلم المحب أن يبصر فيه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقترب منه أكثر، أن تعرف البيت النبوي، أن تعرف أسرته عليه الصلاة والسلام، من أزواجه، من أولاده، من أعمامه وعماته. كلما اقتربت أكثر عرفته أكثر، وإذا عرفته أكثر أحببته أكثر. أنت أكثر حباً لمن كنت به أشد علماً ومعرفة. أتريد أن تجعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك حباً لا ينازعه حب أحد من البشر؟ بلى، كلنا كذلك. إذن يتحتم علينا في كل شيء يتعلق بأمري وحياتي وكل شأن من شؤون نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعرفه بكل دقيقة وصغيرة في حياته عليه الصلاة والسلام. أما ترى أننا ننقاد انقياداً إلى هذا الطريق في شأن كل من يقع حبه في قلوبنا؟ أنت لو أحببت إنساناً قادك الحب إلى أن تتعرف على تفاصيل حياته، فتعرف من شأنه الخاص والعام ما تظن أنك أكثر الناس معرفة به، لأنه قد تربع على عرش قلبك حباً وفرض سلطان المحبة عليه، فلا تملك إلا ذلك. فما بالكم بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما نتعرف على ما حفظته السيرة وروته الدواوين ونقلته الآثار في هذه الأبواب، ليكون العلم التام والمعرفة الوافية بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتم ما يكون. ثم انتبه، إن معرفتك بهذه القضايا ليست مسائل معرفية مجردة، ليست معلومات وأرقام، أن تقول عدد أولاده 7 4 بنات و3 بنون، هذا ليس مجرد رقم أنت تتعلم فيه قدراً من السنن. وسيأتيك أنه سمى أولاده القاسم وعبد الله وإبراهيم، ولماذا سماه بإبراهيم؟ فثمة مواضع حتماً ستجد فيها شيئاً لك فيه متسع للاقتداء به عليه الصلاة والسلام وتقفي أثره صلوات الله وسلامه عليه. إذن أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، ولفظة الولد في اللغة تشمل الذكر والأنثى، فإذا فصلت قلت الأبناء والبنات. فأولاده 7 عليه الصلاة والسلام: 4 بنات بلا خلاف، و3 أبناء على الصحيح، على الصحيح أنهم 3 أبناء، أما البنات فهن 4 بلا خلاف. ابتدأ المصنف بأولهم فقال: القاسم، وبه كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكنى، فإن كنيته أبو القاسم. قال: مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة. النجيبة هي من أفضل أنواع الإبل وخيارها، ولا يقوى على ركوب الإبل والاستقرار عليها والمسير بها إلا من تجاوز 4 سنوات أو 5، فهو إشارة إلى تقريب السن. قيل مات وعمره 2، وقيل فوق ذلك بقليل. إذن فالمتفق عليه أن القاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم مات طفلا، ما بلغ الحلم ولم تد به العمر، ولد قبل النبوة وتوفي طفلا صغيرا، قيل هو أكبر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يكنى به. وقيل بل أكبر أولاده ابنته زينب رضي الله عنها الآتي ذكرها، والمسألة محل خلاف. أما الكنية فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان يكنى بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: ثم زينب، وقيل هي أسن من القاسم، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة. وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها. وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاث وأم كلثوم أصغرهن. ثم زينب، يعني في الترتيب من الأولاد بعد القاسم، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس ابن عبد العزة ابن عبد شمس. أبو العاص زوج زينب هو ابن خالتها، خالتها هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها. فأبو العاص زوج زينب وابن خالتها، تزوجته ثم أسلمت قبله فهاجرت ولحقها بعد ذلك. زينب أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكر المصنف هنا رحمه الله. قال: ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة. رقية وأم كلثوم كلتاهما زوجتا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ذي النورين. على الترتيب، تزوج رقية أولا، فلما ماتت رضي الله عنها في غزوة بدر أيام بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم، فهو الصحابي الوحيد الذي صار له من المناقب أن تزوج بثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا يقال له ذو النورين. تزوج بعدها أم كلثوم فبقيت معه حتى ماتت رضي الله عنها في شعبان من السنة التاسعة من الهجرة رضي الله عنها، فكان بينها وبين أختها في الوفاة 7 سنوات على التمام تقريبا. فرقية أم كلثوم زوجة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: وفاطمة، وهي الآتي ذكرها بعد قليل، الزهراء زوج أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عمها والأقرب من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا ومكانة. فرقية وأم كلثوم وفاطمة 3 بنات بعد زينب، فالمجموع 4. قال: وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها. يعني قال هنا إن زينب أكبر من رقية وأم كلثوم وفاطمة. السؤال: ما ترتيب رقية وأم كلثوم وفاطمة؟ ثمة خلاف، فقيل في كل واحدة من الثلاث رقية وأم كلثوم وفاطمة إنها أكبر من أختيها، قيل رقية أكبر، وقيل بل أم كلثوم أكبر منهما، وقيل بل فاطمة أكبر منهما. قال: وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رقية أسن الثلاث، يعني أكبرهن سنا. قال: وأم كلثوم أصغرهن. قال مصعب بن عبد الله الزبيري رحمه الله في رسالة له يتكلم فيها عن أسماء أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم، وهو أكبر ولده، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية. قال: هم هكذا الأول فالأول. قال: ثم مات عبد الله، ثم ولدت له مارية بنت شمعون إبراهيم، وهي القبطية التي أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقوقس صاحب الإسكندرية. انتهى من رسالته في نسب قريش. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ولد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة، وهل هو الطيب والطاهر أو هما غيره؟ على قولين، والصحيح أنهما لقبان له، والله أعلم. نعم، إذن لا خلاف أن القاسم ابنه الذكر وهو أكبر أولاده، وإن قيل إن زينب أكبر منه، فالقاسم من أبناء رسول الله الذكور عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ولد له عبد الله، وثمة خلاف هل كان ميلاد عبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث
أو بعد البعثة؟ فيه خلاف، والذي صححه المصنف وأشار إليه أنه ولد بعد النبوة. ويذكر من أسماء ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام الطيب والطاهر، والصحيح الذي عليه المحققون أن الطيب والطاهر لقبان لعبد الله وليس اسمين لولدين آخرين. ولهذا قلنا إن الصحيح إن أبناءه الذكور كم؟ 3، فليس إلا القاسم وعبد الله وإبراهيم الآتي ذكره. فإذا ما الطيب وما الطاهر؟ قيل هما لقبان لابنه عبد الله لأنه ولد بعد النبوة، فلقب بالطيب ولقب بالطاهر. ولهذا قال: هل هو الطيب والطاهر أو هما غيره؟ على قولين. والصحيح كما قال أنهما لقبان له، والسبب أنه ولد بعد النبوة خلافا لأخيه الأكبر القاسم الذي ولد قبل النبوة ومات طفلا كما تقدمت الإشارة إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها. ولم يولد له من زوجة غيرها. هؤلاء الذين مضى ذكرهم القاسم وعبد الله، ثم البنات الأربع 6 من أولاد رسول الله، 6 من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، ابنان وأربع بنات كلهم من خديجة. قال: ولم يولد له من زوجة غيرها. طيب وإبراهيم؟ ألم يولد من ماريا؟ نعم، لكن ماريا ليست زوجة، فليس من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرائر من حملت وأنجبت من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكان جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه كان من جاريته مارية، والمتفق عليه من أولاده منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل المبعث أو بعده. وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة. وعبد الله ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، ويقال هما أخوان له. قال: وماتت الذكور صغارا باتفاق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلا القاسم ولا عبد الله ولا إبراهيم الآتي ذكره أولاده الذكور عليه الصلاة والسلام ماتوا صغارا باتفاق، إنما عاشت بناته حتى تزوجنا. زينب تزوجها أبو العاص، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان، وفاطمة تزوجها علي رضي الله عن الجميع. فتزوجت البنات وأنجبن لأزواجهن وعشنا حتى كبرنا. ويبقى الفارق أن كل أولاده عليه الصلاة والسلام ذكورا وإناثا ماتوا في حياته إلا فاطمة، فإنها وحدها التي عاشت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام، ولحقت به بعد 6 أشهر فحسب كما ستأتي الإشارة بعد قليل. إذن قال: كل أولاده من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها. فظلت هذه منقبة لأمنا خديجة رضي الله عنها، وخصلة ما زال يذكرها بها نبينا صلى الله عليه وسلم. تقدم معكم في مجلس سابق الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من النساء أو من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ذكرها. قالت: وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني صديقاتها. قالت: فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول لها عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكان لي منها ولد. فكان يذكر هذا عليه الصلاة والسلام، أن الله ما رزقه بولد من غيرها من زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبدا، ومات طفلا قبل الفطام، واختلف هل صلى عليه أم لا على قولين. كل أولاده من خديجة إذن رضي الله عنها كما تقدم ولدوا بمكة، لأن أمهن خديجة رضي الله عنها كانت بمكة وماتت بمكة كما مضى معكم في السنة 10 من البعثة، أي قبل الهجرة 3 سنوات. ولم يولد له بالمدينة إلا إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ولد من سريته مارية القبطي، يعني من جاريته التي تسرى بها، يعني وطئها بملك اليمين لا بعقد النكاح، فأنجبت له إبراهيم 8 من الهجرة. فكان إبراهيم بذلك آخر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 من الهجرة، يعني قبل موت نبينا عليه الصلاة والسلام بنحو 3 سنوات، يعني كان عمره آنذاك صلى الله عليه وسلم في 60. قال رحمه الله: وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبدا إكراما بالبشارة. مات إبراهيم طفلا قبل الفطام، قيل كان ابن 17 شهرا أو 18 شهرا، يعني 1.5 سنة ما زاد عمره على ذلك. واختلف هل صلى عليه أم لا على قولين. أخرج الإمام أبو داود في سننه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثمة قول بأنه صلى عليه، فأشار المصنف رحمه الله إلى الخلاف. وعلى الحديث الذي أخرجه أبو داود كما سمعتم من رواية عائشة رضي الله عنها أنه لم يصلي على ابنه إبراهيم، ذكر أهل العلم في ذلك تأويلات وأجوبة، منها أنه لم يصلي عليه لأن الشمس كانت قد خسفت يوم موته، فاشتغل عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه، وكان هذا سببا لترك الصلاة على الرضيع أو الفطيم ابنه إبراهيم. وقيل بل استغنى ابنه إبراهيم بفضيلة بنوة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، كما استغنى الشهداء بالشهادة عن الصلاة عليهم، فترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما ترك الصلاة على الشهداء، فإنهم يستغنون عما خصوا به من الفضيلة، يستغنون بذلك عن الصلاة عليهم. وقيل في إجابة ثالثة: لم يصلي عليه، أي لم يصلي عليه جماعة، وإلا فلا يمنع هذا أن يكون قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم وحده منفردا. وأنتم تعلمون أن الصلاة على أطفال المسلمين هي أيضا جزء من الصلاة على أمواتهم، ويدعون فيها بما يناسب الدعاء للأطفال الموتى بالرحمة لهم وبالأجر لوالديهم، فهذا تأويل ما ذكر في عدم صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على ابنه إبراهيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده 6 أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقد قيل إنها أفضل نساء العالمين، وقيل بل أمها خديجة، وقيل بل عائشة، وقيل بالوقف في ذلك. نعم، هذا خاتمة هذا الفصل. قال: كل أولاده توفي قبله إلا فاطمة. وتقدم معكم أن أولاده الذكور ماتوا بمكة، القاسم وعبد الله من خديجة رضي الله عنها. أما البنات فعشنا زمنا ومتنا في المدينة بعد الهجرة تباعا، فماتت زينب، وماتت رقية، وماتت أم كلثوم، فلم يبقى، ثم مات إبراهيم بعد ذلك أيضا، ولم يبقى من أولاده عليه الصلاة والسلام من عاش بعده
إلا فاطمة ابنته رضي الله عنها، ولله في ذلك حكمة بالغة، بل حكم منها والله أعلم أنه مزيد ابتلاء لرفعة درجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كم يشق على القلب موت الابن وفلذة الكبد، هذا من أعظم مصائب الحياة. فأن يموت لك عبد الله في حياتك ولد، فإن هذا انفطار قلب، وهذا حزن صدر لا يلتئم إلا برحمة الله. فإذا مات اثنان وثلاثة وأربعة، بل يموت كلهم واحدا بعد واحد على مرأى من عينيك، فهذا من أعظم المصائب. وعظم الابتلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما خص به عليه الصلاة والسلام من عظيم الأجر والجزاء والدرجات العلى عند أكرم الأكرمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، فهم أشد الناس والبشرية ابتلاء عند رب العباد لمزيد ثواب وما يكتبه الله لهم من رفعة الدرجات وما خصوا به من الكرامات. ومن الحكم في ذلك يا كرام أن يكون للمرء فينا أسوة وسلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما فقد حبيبه وصفيه في الحياة. إن مات لك ولد فعز عليك، اشتد ألمه في صدرك ولا يكاد الدمع يرقأ من عينيك، فتذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ما فقد واحدا ولا اثنين ولا ثلاثا، بل فقد أولاده كلهم ذكورا وإناثا إلا فاطمة رضي الله عنها. فإن هذا يزيد في صبرك وثباتك واحتسابك الأجر عند الله إن صدقت في حبك واقتدائك واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله بلسم يشفي الصدور الجريحة ويبرئ الآلام التي تكون عميقة في صدور أصحابها، لأنه شيء عظيم يستند إليه القلب المؤمن في مثل تلك المواقف الصعاب أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الحكم التي يذكرها بعض أهل العلم أنه لا تورث النبوة بعده عليه الصلاة والسلام، فما أبقى الله له من أولاده والذكور خاصة، ما أبقى الله له أحدا منهم لئلا تتعلق به العيون والقلوب أو تلتف حوله الأطماع، فحمى الله جناب النبوة ألا تكون مطمعا للوراثة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. فما جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين المتعة بالولد في الحياة وبين قبضهم إليه سبحانه وتعالى قبل أبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الحكمة، وهي قفل باب النبوة أو توريثها من بعده عليه الصلاة والسلام، ولحكم أخرى ولله الحكمة البالغة. قال رحمه الله: كل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به نساء العالمين. يشير المصنف رحمه الله إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرت مشهداً في أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام الأخيرة التي مرض فيها مرض الوفاة، فكانت أزواجه رضي الله عنهن مجتمعات عنده، فدخلت فاطمة رضي الله عنها. فهذا الحديث الذي أخرجه الشيخان في رواية مسلم تقول عائشة رضي الله عنها: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني شديدة الشبه في مشيتها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا نظرت لكأنك تبصر رسول الله عليه الصلاة والسلام في مشيته. وعند أبي داود والترمذي في السنن بلفظ تقول: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. فكانت شديدة الشبه بأبيها رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على أبيها رسول الله. في حديث مسلم قالت:
فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، يعني قال لها في أذنها كلاما سرا لا يسمعه أحد، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. تقول عائشة: فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما كنت أفشي على رسول الله سره صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي في نفس عائشة أن تريد رضي الله عنها أن تعرف سر ذلك الموقف. لا شك أنه الحرص، لا شك أنه الحب والاختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة الحبيبة بنت الحبيب، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: فلما توفي قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة: أما الآن فنعم، يعني لا بأس أن أخبرك لأنه لم يعد سرا. قالت: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت. فهذا ما حصل لها شرف ومنقبة، أسر إليها يصبرها عليه الصلاة والسلام، ثم أسر إليها يبشرها صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أيضا ما جاء في حديث البخاري، قالت: أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي. قال: وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. قالت: فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ قالت: فضحكت لذلك. قال المصنف رحمه الله: رفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به نساء العالمين. فكان من سر تفضيل فاطمة رضي الله عنها ومنقبتها العظيمة هذا الموقف العصيب. أي موقف؟ موقف صبرها على موت أبيها. يا رجل، أحدنا إن مات أبوه انقطعت قطعة من قلبه وانتزعت من فؤاده، فما بالك إذا كان هذا الأب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه أبكى الأمة كلها عليه الصلاة والسلام بمماته، فما ظنك ببنت من بناته؟ هذا أشد ما يكون. فصبرها رضي الله عنها على هذا الموقف العصيب أمر عظيم وجلل. من أجل ذلك صبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاصبري ولا تجزعي واحتسبي. فكان لها بصبرها هذا المقام العظيم. قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. قال: ففضلت بذلك على نساء العالمين، وهذا منقبة عظيمة لها رضي الله عنها وأرضاها. فقوله: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ هذا أمر تفردت به فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق. إذن فإذا نظرت إلى فاطمة فلماذا امتازت بهذا عن إخوتها؟
كلهم أولاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الفرق أنهم ماتوا في حياته ومات هو عليه الصلاة والسلام في حياتها. قال أهل العلم: فكان أولاده في ميزانه عليه الصلاة والسلام، وكان هو في ميزانها بالصبر والاحتساب، ففضل أو فثقل بذلك ميزان فاطمة رضي الله عنها، لأنه وقع في ميزانها صبرها على وفاة أبيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله: وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق. هذا باتفاق بين أهل العلم. إن كنا نتكلم عن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، فلا شك أن فاطمة أفضلهن الأربع بلا خلاف، بل الحديث الذي سمعت يدلك على أنها أفضل نساء الأمة، أفضل نساء أهل الجنة رضي الله عنها، فكانت من فضليات نساء العالمين على الإطلاق، لا فضلها على أخواتها فحسب. فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ولدت كما مر معكم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحبها حبا جما ويكرمها أيما إكرام. كانت رضي الله عنها صابرة دينة خيرة طائعة شاكرة لله. لما توفي عليه الصلاة والسلام حزنت عليه وبكت، حتى قالت: يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، في جنة الخلد مثواه. فتصبرت بما صبرها بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقدم معكم أنها كانت من أشبه الناس بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تكلم، وبحديثه إذا تحدث، وبمشيته إذا مشت، وبكلامها وهديها وسمتها ودلها. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت فاطمة، أو قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكان إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت هي تصنع به. عاشت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فحسب، ودفنت ليلا. قال الواقدي، وهذا أثبت الأقوال عندنا، صلى عليها العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لها من البنين الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومن البنات أم كلثوم التي تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزينب التي تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم. ومر بكم الحديث في الصحيحين وما شرح به رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها أفضل نساء هذه الأمة، أو أفضل نساء المؤمنين، أو نساء أهل الجنة. من مناقب فاطمة رضي الله عنها التي فضلت بها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وهذا من أحداث الدعوة بمكة قبل الهجرة. كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، وسلا الجزور أكرمكم الله ما يخرج من بطن الناقة بعد الولادة من الدماء والأوساخ والقذر. فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. أخرجه الشيخان. من فضائل فاطمة رضي الله عنها جملة هي في قلب كل مؤمن بثقل الميزان في شأن فاطمة رضي الله عنها. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة
بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، هي قطعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل ذلك يحب أهل الإسلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها في قلوبهم التقدير والاحترام والمحبة والإجلال، إجلالا لها وإكراما لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال إنها أفضل نساء العالمين، للحديث الذي سمعتم قبل قليل والرواية التي سمعتم في صريح تفضيلها بشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته. قال المصنف رحمه الله قيل إنها أفضل نساء العالمين، وقيل بل أمها خديجة، وقيل بل عائشة، وقيل بالوقف في ذلك. ثلاثة أقوال عند أهل العلم في تفضيل نساء الأمة، هل هي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، أو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أو فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. أقوال ثلاثة ولكل قول أدلته. أما تفضيل فاطمة رضي الله عنها فسمعتم ما فيه من الآثار الواردة في ذلك والروايات. أما خديجة رضي الله عنها فلحديث علي رضي الله عنه وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. خير نسائها يعني نساء زمانها مريم ابنة عمران، فإنها كانت خير نسائها في زمنها في بني إسرائيل. قال وخير نسائها خديجة، يعني خير نساء زمانها في أمة الإسلام خديجة، فهذا أيضا صريح بتفضيلها رضي الله عنها على غيرها من النساء، ويدخل في ذلك تفضيلها على عائشة وعلى فاطمة رضي الله عنهن جميعا. هذا من أدلة تفضيل أمنا خديجة رضي الله عنها. ومما جاء أيضا في تفضيل خديجة رضي الله عنها أحاديث عدة، منها ما سيأتينا في ذكر فصل أزواجه عليه الصلاة والسلام، منها حديث غار حراء لما أتاه الوحي فأتت خديجة رضي الله عنها تطمئن قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال الحافظ ابن حجر فاختصت بذلك خديجة أن سبقت نساء الأمة إلى الإيمان، فسبقت أو سنت لذلك لكل من آمن بعدها. من مناقبها رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما تزوج عليها امرأة حتى ماتت. قال الحافظ ابن حجر هذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عظم قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا مما يدل على فضلها ما تقدم معكم في الحديث عن عائشة أنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر ذكرها ويذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ويبعثها في صدائق خديجة، ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. قال ابن العربي كان قد انتفع بخديجة برأيها ومالها ونصرها، فرعاها حية وميتة، وبرها موجودة ومعدومة، وأتى بعد موتها ما كان يعلم أنه يسرها لو كان في حياتها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دلالة على منزلة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وسائر الأدلة التي تأتي ومن أشهرها حديث جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فهذه مناقب اختصت بها أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وقيل في التفضيل بل عائشة رضي الله عنها أفضل. وأيضا من الأدلة على ذلك أن جبريل عليه السلام قد أراها لنبي عليه الصلاة والسلام في سرقة من حرير وقال هذه امرأتك، ولأنها استقلت وانفردت بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، فكانت من أطول نسائه صحبة له في حياته، بل ومحبة له في قلبه.
وصريح ذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فهذا أيضا مما استقلت به عائشة رضي الله عنها. ومن ثم كان لأهل العلم رحمة الله عليهم نقاش في تفضيل هؤلاء الثلاث، أفاطمة أو خديجة أو عائشة أفضل من الباقيتين، وكل امرأة منهن لها مكانتها ولها فضلها وقدرها، وكل ذلك لا يستوجب انتقاصا من قدر إحداهن إذا ما صرح بتفضيل إحداهن على الأخرى. لكن مما استدل به مثلا بعضهم على تفضيل عائشة على فاطمة أن قال: إن فاطمة رضي الله عنها في الجنة تكون مع زوجها علي، وعائشة رضي الله عنها في الجنة مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من كان في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلى درجة من غيرها. وسئل أبو بكر بن داود بن علي: عائشة أفضل أم خديجة؟ قال: عائشة أقرأها السلام النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وخديجة أقرأها جبريل السلام من ربها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل. فقيل له: من أفضل، أخديجة أم فاطمة؟ هو الآن لما سئل عن التفضيل بين خديجة وعائشة فضل من؟ خديجة. ثم قيل له: فمن أفضل، أخديجة أم فاطمة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة بضعة مني ولا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فهذا من مواقف أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم في هذا الباب. وعلى كل حال، فمن فتش في كلام أهل العلم وجد هذا الإثراء العلمي في مسألة التفضيل بين هؤلاء النسوة، وهن من خيرة نساء العالمين، من نساء من بنات آدم على الإطلاق، لما خصهن الله تعالى به من الفضل والمكانة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال السبكي الكبير يعني الإمام تقي الدين، قال: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل، ثم خديجة، ثم عائشة. قال: والخلاف شهير، ولكن الحق أحق أن يتبع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة، وكأنه رأى التوقف رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن القيم في بعض كلامه: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يطلع عليه، وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها فيها إلا أخواتها، وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. ثم قال الحافظ: وقد انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة رضي الله عنها وعن أمهاتنا خديجة وعائشة وعن سائر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، أعمام نبينا عليه الصلاة والسلام 11 عما، وعماته 6 عمات. 11 عما ما أسلم منهم إلا 2، وست عمات الصحيح أنها التي أسلمت منهن واحدة باتفاق، وثنتان فيهن خلاف كما سيأتي ذكره بعد قليل. قال: فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزى والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم والمغيرة ولقبه حجل والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل. هؤلاء 11، حمزة رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه، وهذان صحابيان جليلان. قال: وأبو طالب وأبو لهب والزبير وعبد الكعبة والمقوم، وقيل عبد الكعبة والمقوم واحد،
وهما اسمان لكنه شخص واحد، وضرار وقثم، والمغيرة ولقبه حجل، والغيداق واسمه مصعب. لقب بالغيداق لأنه كان أجود قريش وأكثرهم طعاما، من أولاد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورث السيادة والإكرام والرفادة عن جده من سادات قريش. هؤلاء إذا عددتهم في تقسيم المصنف رحمه الله فهم 11، ولو جعلت عبد الكعبة والمقوم واحدا صاروا 10. وأسقط المصنف رحمه الله تسمية الحارث وهو أكبر أولاد عبد المطلب، بل به كان يكنى، فإن كنية عبد المطلب أبو الحارث، ولم يذكره المصنف رغم أنه سيذكره في أثناء الكلام بعد قليل في ذكر ترتيبهم في السن، فلعله سقط منه سهوا والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: وزاد بعضهم العوام، ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. نعم، هؤلاء الأعمام، إذن 11 عمن سمعتم أسماءهم. الأشهر منهم في السيرة وأحداثها 4، 2 مسلمان و2 كافران. أما المسلمان فحمزة والعباس، وأما الكافران فأبو طالب وأبو لهب. اشتهرت أسماءهم في السيرة وبقيت محفوظة في أحداثها. أما حمزة فكما قال: أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيد الشهداء الذي استشهد في غزوة أحد، ولا يزال قبره في تلك الساحة بأحد، يزوره المسلمون ويسلمون عليه ويدعون له ولسائر الشهداء في تلك الوقعة العظيمة. وهو قامة من قامات الصحابة، أحد من أعز الله بإسلامه الإسلام في مكة قبل الهجرة. فيعلم كلكم أن إسلام حمزة وإسلام عمر كان فتحا للمسلمين بمكة، كان نصرا، كان عزا، كان منعة لقوتهم رضي الله عنهم، وسداد رأيهم، وعظيم مكانتهم وهيبتهم في نفوس العرب. فحمزة رضي الله عنه الذي كان من أصغر أولاد عبد المطلب سنا، لكنه كان أعلاهم قدرا وأرفعهم في ميزان الشريعة منقبة. حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقدم معكم هناك أنه رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم العباس بن عبد المطلب، وهو قريب منه في السن، فإن العباس أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو 3 سنوات أو قريب منها. فالعباس أيضا ممن أسلم، واختلف في إسلام العباس، قيل أسلم قديما فأخفى إسلامه بمكة وبقي فيها، وكان يبعث بأخبار قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما هم بالهجرة أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء بمكة، هكذا يذكر بعض أهل السير. وقيل بل أسلم أيام خيبر، وقيل بل أسلم وهاجر قبيل الفتح، خرج من مكة فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام بالجحفة وجيشه قادم لفتح مكة 8 من الهجرة، فكان آخر من هاجر من مكة من الصحابة، إذ لم يكن بعدها إلا مقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخوله مكة، وحديثه الشهير: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهؤلاء 11 عمن أسلم منهم 2، حمزة والعباس رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما عماته فصفية أم الزبير بن العوام، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى. فهؤلاء 6 عمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صفية عمته أم الزبير بن العوام رضي الله عنه، الصحابي الجليل حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفية أسلمت وهاجرت، توفيت بالمدينة في خلافة عمر رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه. قال: وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم. أسلم منهن صفية يعني باتفاق،
واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى بنت عبد المطلب، ويبقى البقية لم يثبت لهن إسلام، يعني بقية الستة والمقصود بهن أميمة وبرة وأم حكيم البيضاء. أما عاتكة فهي صاحبة الرؤيا في غزوة بدر، فقد لخص بعضهم الرؤيا أنها رأت قبل غزوة بدر بمكة رؤيا مفزعة، أن راكبا أقبل على بعير له يستصرخ الناس في الأبطح: يا لمصاريعكم في ثلاث، ثم تبعوه إلى المسجد، فظهر به بعيره على الكعبة ثم استصرخهم مثل المرة الأولى، ثم ظهر على جبل أبي قبيس فأرسل عليهم صخرة فتفتتت، فما بقي ببيت بمكة إلا دخله منها. كانت الرؤيا في تأويلها أن قتلاً يقع في قريش فلا يكاد يذر بيتاً، وكانت هذه الرؤيا سبباً في تثبيط عدو الله أبي لهب عن الخروج يوم بدر حتى صار مسبة له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأسن أعمامه الحارث، يعني أكبرهم سناً، وقد تقدم بكم أنه ما سمى الحارث في تعداد أسماء أعمامه، فلعله سقط منه سهواً. قال: وأسن أعمامه الحارث، وأصغرهم سناً العباس، وقيل بل حمزة أصغر منه. نعم. والعقب منه له حتى ملأ ولده الأرض، يعني أولاد العباس. وقيل: أحصوا في زمن المأمون فبلغوا 600,000، فبلغوا 600,000. وفي ذلك نظر لا يخفى. وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر، والحارث وأبو لهب، وجعل بعضهم عبد الكعبة والمقوم واحدا، وبعضهم الغيداق وحجلا واحدا. يعني في ذكر أسماء الأعمام وتعدادهم تم هذا الفصل، ونشرع المجلس القادم في فصل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الليلة ليلة الجمعة، وغدا يومها، وأحد مغانمها الكبيرة الكريمة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم قام ليلا باكيا وحزينا، ملأ الفضاء تضرعا وأنينا، يدعو الإله يقول: ربي أمتي اغفر لها حتى تحوز نعيما، يا أيها الراجون وصل حبيبكم صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. نسألك اللهم علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. رحماك ربنا بإخوتنا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ارحم يا رب ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول بعنايتك أمرهم يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.